رجعنا معكم مشاهدينا بفقرتنا الثالثة، ودايما بحب أذكركم أنه فيكم تابعونا وين ما كنتم موجودين، على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه الحلقة عم تكون لايف على صفحة نور الشرق. بهذه الفقرة، وبما أنه نحن بشهر تشرين الأول ودايما بيكون في حملات توعية على سرطان الثدي خلال هذا الشهر، بصرني أستضيف الأخصائي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم الدكتور جهاد فغالي. صباح الخير دكتور، أهلا صباح وسهلا. الخير وميرسي كثير لإلك. دكتور، بداية خلينا نبلش بأهمية التوعية على سرطان الثدي، وليه بتتم خلال هيدا الشهر؟ أهمية التوعية هي مربوطة بأرقام سرطان الثدي، وليه بهيدا الشهر؟ بعتقد بهيدا الشهر هي السيدات حطوا أولادهم بالمدرسة، خلصوا الصيفية، صاروا ينتبهوا لصحتهم، وما فيهم يقولوا لك سقعة، ما فينا نتصور، صرنا بالشتوية. دونك بعتقد التايمينج المزبوط هو يتاخد بأكتوبر. إذا بدنا نعطي نصائح تيجي بموضوع سرطان الثدي، شو هي النصائح اللي بتعطيها للنساء بهذا المجال؟ رح أحكي أرقام صغيرة تبع الحملة وتبع لبنان، والنصائح هتيجي لوحدها بعدين. أوكي. سرطان الثدي هو أول سرطان عند المرأة بالعالم كله. تاني سرطان بالسرطانات كلها ذكور وإناث، بس سرطان الإناث هو سرطان رقم واحد. سنة الماضية 2018 عم نحكي فوق 2 مليون حالة جديدة بالعالم. 2019 أمريكا مستنظرين السنة بشباط طلعوا أرقامهم 268,600 حالة جديدة لسرطان الثدي عند السيدات، 2550 حالة سرطان الثدي عند الذكور، و 68,000 حالة سرطانية مخبأة نسميها كارسينوما انسيتو بعد ما قلعت. هناك عن أرقام كتير عالية، وهيدي أمريكا مش أعلى رقم بالعالم. أعلى رقم بالعالم هو بلجيكا من 2012. بلجيكا ب 2012 على 100,000 أبيتان، يعني 100,000 ساكن، في 111 سيدة حتعمل سرطان ثدي، و2019 بعدهم بالمركز الأول 113.2، ما نسبة 1 على 8 من سيدات بلجيكا هيعملوا سرطان ثدي. وين نحن بلبنان؟ وين؟ بلبنان نحن بالنص. نحن بلبنان 97.6 على 100,000 أبيتان هيعملوا سرطان ثدي بعمرهم كاملا، يعني تقريبا 1 على 10، 1 على 11%، بينما بلجيكا أمريكا عم بيقطعوا 12% من سرطان الثدي. أرقامنا كتير عالي، يعني تقريبا على كل السرطانات بلبنان 22% هن سرطان ثدي، وإذا بناخد سرطان عند السيدات 43% من سرطان السيدات هو سرطان ثدي. يعني رقم بيحكي لحد وحده. في عوامل معينة دكتور بتأدي لحدوث هيدا السرطان، أو هي عوامل جسدية أكثر؟ هيدا السؤال الشهير. بالجواب بالمطلق، كل واحد هو سيدة إجال معرض سرطان ثدي. ما بقى نفتش على الأسباب المحفزة. في الفكرة السيدة إنه بالعيلة عنا سرطان ثدي دونك عنا خطر، مزبوط، هيدي بتشكل 5 إلى 7%. 93% ما في حدا لا بالعيلة ولا محل حيعملوا سرطان ثدي. دونك الخطر الأساسي لسرطان الثدي هو إنها تكون سيدة وإنه يكون قطعت عمر معين، لأنه نعرف أكبر مرحلة سرطان الثدي هي بين 40 و55 سنة. وبتنصحهم يعني من بعد عمر 40 دائما نعمل ماموغرافي، أو يبلشوا على عمر أصغر لحتى نكتشفوا مبكرا؟ نقسم التوعية لشقفتين. الشقفة اللي هي تعتبر عندهم خطر عائلي، هول يوجوالي متابعين، يعني اللي عندها امها واختها وستها واتسترا عاملين سرطان ثدي، هول متابعين مع حكيم امهم وفاتين ببروتوكول مراقبه معينه. نحن عم نحكي عن البارتي الثانيه اللي بيعتبروا ما عندهم ولا مشكله، اللي هن عندهم خطر 42% من كل السرطانات تكون هو عاملين سرطان ثدي، واللي هن عندهم مشكله انه ما عم يعملوا تشيك اب تبعهم. هول على عمر ال40 لازم يبلشوا يعملوا ماموغرافي سنويه لحد تقريبا عمر 55-60. في بلدان لأسباب معينة بصيروا يعملوا كل سنتين، نحن بلبنان ركومنداسيون ضل كل سنة، وما في أبر ليميت، يعني ما في عمر منوقف عليه التوعية لا على 75 ولا على 80. ما في ركومنداسيون بقول منوقف على عمر معين. شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر على السيدة اللي بتعاني من سرطان الثدي إذا ما عم تعمل ماموغرافي؟ كل تغير بالثدي لازم ينعمل عليه تشيك أب بالمطلق. إذا قلنا طلع في درنة، إذا قلنا الحلمة رجعت لورا، إذا قلنا إنه بيطلع إفرازات سوائل سوداء خضراء حمراء من الحلمة، إذا قلنا الجلد تغير شكلها، وجع،
كل شيء جديد بصير بالثدي لازم نعمل عليه تشيك اب. ممكن يكون هو اول اشاره لسرطان الثدي. وهون لمين بترتجي السيده للطبيب النسائي؟ بون مبدئيا فيها تروح عند حكيم الصحه، فيها تروح عند طبيب النسائي، فيها تروح عند جراح. حيلا واحد من هول الاطباء عنده الكفاءه انه يقدر يهتم بهذا الموضوع، مع انه نسبه التشخيص السريريه منا بحد ذاتها كافيه، يعني فحصتها اوكي ما تخافي منه شيء، ما بيقدر يصيب اكثر من 50 ل 60% من سرطان الثدي، ونحن بحاجه لفحوصات متطوره اكثر، وكلمنا عم نغوص بفحوصات اكثر واكثر واكثر لانه صار مطلوب منا طبيا اكثر واكثر واكثر. باي مراحل قابل هذا السرطان للعلاج، واي مراحل بيصير بمراحل متقدمه ما رح نقدر؟ مبدئيا الايفوليوشن تبع سرطان الثدي منه سريع باغلبيته، يعني تينقسم السرطان تيدوب السرطان يعمل يعني ديفيزيون تبعه بده بين شهر والشهرين. السيده لتحس انه عملت درنه بدها بين سنتين واربع سنين. دونك منه كثير سريع، معنا كل الوقت نكتشفه بشكل مبكر اذا التجأنا لما مشينا بالحمله والتوعيه اللي عم تطلبها منا وزاره الصحه. دونك وقت حنكتشفه بشكل مبكر نسبه الشفاء تفوق 90%. بينما اذا اكتشفناه بشكل متاخر، يعني عم نحكي ستات كاتر نقل صار بالدماغ بالرويه اتسترا، ممكن ينقل من الثديين، ينقل ليمتد لكل الجسم بكل اسف. بيسيطر على الجسم محل ورا محل ورا محل لحد ما يعرض الحياه للخطر، بس ستيل حتى بالستات كاتر اللي بيكون نقل فيها بضل في نسبه شفاء توصل ل 27%. واي متى بيلتجوا للعمل الجراحي بعلاج سرطان الثدي؟ بون الجولد ستاندارد تبع سرطان الثدي هو الجراحه. الشفاء هو تسيطري على المرض من مطرح اللي بيقلها، وقتها بيظهر من مكانه صارت الشفاء بطل جراحي ونسبه الشفاء بتصير اضعف واقل. دونك بالستاد اللي يعتبر بعده واقف محله، يعني بعده بالثدي، يما ماكسيموم طلع تحت الباط على الدرنات تحت الباط، هون بينعمل جراحه، والجراحه حاليا صارت عم تكون جراحه تجميليه مش جراحه تشويهيه قص وبتر وبشاعه للسيده. دونك يوجوالي بينعمل شيء جراحي جميل، حتى بعض الاحيان بنحط بروتيز بس نظهر، وبينعمل بشكل محترم لائق. السيدة حتى بتقدر تعمل الثدي الثاني ليصير يشبه الثدي الأول، وهذا بيكون بدرجة الأولى. بتعوز عليها بعض الأحيان أشعة راديوثيرابي لأنه تنحرق بسموه اللي تبع التيمور، يعني مطرح اللي كانت الدرنة تما تقدر ترجع تقلع. هذا هو الجولد ستاندارد. هلا زيادة عن هيك لكريتيرياز معينة ممكن نعوز علاج كيميائي، بعض الأحيان ممكن نعمله قبل الجراحة يما بعد الجراحة مع هرمونوثيرابي معينة. ممكن يعاود سرطان الثدي ببعض الحالات، ولازم دائما المرأة تكون عم تتابع حالها مع وقتها وقتها بتتعالج بتفوت ببروتوكول فولو اب، يعني اول فترة بتنشف كل 3 اشهر على اول سنتين، بعدين كل 6 اشهر، بعدين بتصير بالسنة مرة بس تقطع الخمس سنين، وبنحكي عن نسبة شفاء وقت منقطع الخمس سنين. يعني في قدرة انه ينشفى منه هيدا المرض، ولكن بحاجة دايما لمتابعة من قبل الطبيب المختص. انا بدي الفت نظرك على نقطة معينة. في رقم بخوف بلبنان مع كل الحملات، الحملة بلشت بال 2002، نحن 2019، 17 سنة وزارة الصحة قايمة بالحملة، بحطوا بانويات على الطرقات طولهم 100 متر، بيطلع ممثلين، بيطلع ناس معروفين اجتماعيا بنحبهم كتير، بحطوا هالربطة الزهرية بيقولوا توعية سرطان الثدي. 70% من السيدات بلبنان مش عاملين ولا مرة ماموغرافي مع كل هول، يعني رغم التوعية اللي عم نقول لهم 90% شفاء مبكر، 70% مش عاملين ماموغرافي. بس الحملة عم تعمل هدفها بنسب عالية. 2002 بلشت الحملة كان في 11% من اللي توجهوا يعملوا صورة مش عاملين ولا مرة ماموغرافي. 2013 وصلنا ل 52% من اللي راحوا يعملوا ماموغرافي هن عم يعملوا لأول مرة. الأرقام مرقت بال 2008 من 3000 قطعنا 13000 بال 2013 وستيل بعدنا طالعين، لأنه وزارة الصحة كتير مركزة تحل هالمشكلة وكتير مقتنعة إنه منقدر نشفي.
دونك هالارقام اللي عم تتصاعد وصلنا على اعلى ارقام عالميه، يعني ما ناخذها مسحه، الحمله جديه جدا وعم توصل للهدف تبعها، يعني باحسن محل بالعالم، امريكا، اوروبا، فرنسا، الكامبان بيوصلوا بين 50% و60% ديبيستاج، نحن قطعنا هالارقام. دونك المشكله تبعنا بعدها بالمناطق، في مناطق ما عم تقدر تقطع على الحمله، يعني مثلا النبطيه 10% بيعملوا، عكار 5%، بعلبك 5%، بيروت 60-70% بيعملوا ديبيستاج. دونك اذا بنقدر نوصل المساج تبعنا للمناطق الابعد، يمكن المناطق ما فيها مستشفيات كتير، ما فيها مستوصفات كتير، ما فيها، بس اذا وصل المساج لهونيك بعتقد بنقدر نعلي كتير الارقام تبعنا ونقدر نشفي بنسبه عاليه. أدي هون دكتور فغالي دور الدولة بتفعيل يمكن المستوصفات بوجود الماموغرافية بأماكن قريبة من هالأشخاص لتفعل يمكن أكثر تفاعلهم مع هيدي الحملة؟ دولة عاملة دور كتير مهم، دولة حاليا فاتحة 24 مستشفى حكومي بكلفة صفر لتعمل ماموغرافية، بتتوجه خلال هالفترة على هول ال 24 مستشفى حكومي، اما حيلا مستشفى حكومي بيعملوا لك صورة ما بتدفعي ولا فرنك وبيقروها 2 اطباء، وفي 64 اكزاكتوما 62 ل 64 مستشفى متعاقدين بالحملة بكلفة 40,000 ليرة و 54 مركز تصوير، يعني مبدئيا عم ينتشروا على كل الاراضي اللبنانية ليسهلوا للناس يقدروا يتنقلوا تيعملوا صورة، بس بدك الهمة، بدك الفكر، بدك العادات الشخصية، ولازم يكون بعتقد يكون في إناث اللي عم يعملوا الماموغرافي أكثر من ذكور، لأنه بعتقد بمحل معين عنا عاداتنا اللي ما كتير بنقدر نتخطاها. يمكن البيئة المتحفظة يمكن هي اللي عم تمنع أنه يتجاوبوا مع هيدا الحملة 100%، بس بعتقد الأشخاص اللي عملوا هالأرقام وطلعوا هيدول الاستنتاجات بعتقد رح يشتغلوا أكثر ليعالجون ليقدروا يعلوا، لأنه وقتها كان الوزير حسباني 2017 طول فترة الديبيستاج لأربع شهور، كنا قبل عم نعمل شهرين، بعدين صرنا ب 2009 قطعوها لثلاث شهور، من 2009 قطعنا من 3000 شخص جديد اجوا ل 11,000 شخص، جست لأنه طولوها شهر، سو بعتقد عدد المراكز إذا قدرت استوعبت عدد أكبر ممكن تقدر تشخص أكثر. الوزير حسباني بال 2017 طولها لصارت 4 شهور، وبعتقد أنا ما عندي أرقام 2018 لأنه ما طلعوا، بس بعتقد منطقيا تكون زادت نسبة التشخيص تلقائيا لأنه زادت المدة تبع الفحص. دكتور شو هي النصائح اللي بتعطيها للسيدات لا يمكن يحموا نفسهم من سرطان الثدي؟ أول نصيحة مهم كتير تنعرف انه سيدة متزوجة او غير متزوجة بتعمل زيت النسبة سرطان ثدي، مش لانه مش متزوجة وما عندها علاقة ما بتعمل، الرهبة بتعمل سرطان ثدي ويمكن تعمل بوضع اخطر لانه الرهبة عندها وضع المعين، وزيت الشيء بالنسبة للسيدة المتزوجة بتعمل سرطان ثدي. 2، مش كل واحد ما عنده بعائلته سرطان ثدي يعني هو محمي من سرطان ثدي ابدا وخطأ. 3، كل سيدة صار عمرها 40 سنة من دون ما تحس ولا اي شيء لازم تعمل ماموغرافي مره بالسنه لنكتشف بدايه السرطان اللي هي نسبه شفائه تفوق 90%. رابع شغله بحب انصح فيها، كلمه مش حاسه شيء واللي بيجي من الله يا محلي، اذا بخففون تينتبهوا لصحتهم بيكونوا عم بيحلوا مشكله شخصيه لهم، مشكله للناس اللي بده يهتموا فيهم، وبعتقد الله عطانا المعرفة والذكاء لنهتم بصحتنا اللي هي عطية منه. يعني انه قد ايه عن جد انه واحد يستلحق حاله بفحص معين بمجرد ما يحس في شيء غلط بصحته، يستلحق حاله عن جد قد ايه بيوفر على حاله تعب ووجع و 100%. دكتور هل من محاضرات توعوية عم تقوم فيها حضرتك بمراكز معينة بهيدا الإطار بهيدا الموضوع؟ هلا اغلب الاوقات عم ينعمل توعية، عم يروحوا الناس اللي مشتغل معهم بهذا الموضوع على الجمعيات، على الأخويات، على المدارس، المستشفيات المتعاقدة عم تفتح بوابها بأوقات أطول من الأوقات العادة، يعني عشوائي حقلك عم يترجون ليجوا الناس يعملوا الصور تبعهم، عم نعمل حتى بالنوادي محاضرات
مطرح هو مهم كتير هيدي المحاضرات التوعوية، يمكن هي اللي بتخليهم ينتبهوا لأمور هن منهم عارفينها، يمكن ما يكونوا عارفين انه الماموغرافي حاليا بيقدروا يعملوها بالمستشفيات الحكومية من دون اي كلفة 100%. حتى كان في فترة فكرة سيدي انه اذا تعرضنا للأشعة، ناس بتخبى وراها هاي الفكرة، انه تعرضنا للأشعة بيقدر يعمل لي سرطان، دونك يا محلى سرطان ثدي، وهذا شيء خاطئ جدا. الأشعة تبع الماموغرافي هي ضئيلة لدرجة ما بتعرض لولا شيء. سو يعني نترجيكم لصحتكم تعملوا صورة الثدي وتتعالجوا، لأنه بيصير مثل أي مرض عابر بنسبة كتير عالية. هو إذا طالما قادرين يشفوا من هيدا السرطان، ليه ما منتجنبه ومنستدرك الوضع قبل فوات الأوان؟ 100%. دكتور بس سؤال، حكينا أنه ممكن إذا في بالعائلة سرطان ثدي تكون معرضة لسرطان ثدي، ولكن إذا غير أنواع سرطانات هل ممكن يكون يأثر بطريقة سلبية على صحة المرأة ويؤدي إلى تكون سرطان الثدي؟ غير مرض سرطاني بيأثر على سرطان الثدي؟ رح نروح هون على الأمراض السرطانية الجينية بلا ما نفوت بالتفاصيل. سرطان الثدي منشوفه بميوتاسيون جينية معينة بيقدر يكون موجود مع سرطان تاني، وأكثر شيء هو سرطان المبيض. بعد الأحيان بهول الميوتاسيون زيتا اللي هن بنسميهم براكاوان، براكاتو، بالبيدو، بيقدروا يعملوا بروستات عند رجال وبنكرياس عند رجال. يمكن هي البنت وحيدة وتقول أنا ما عندي حدا بالعائلة لأنه هي وحيدة، بس بيا عامل بروستات ما عامل بنكرياس، يكون عنده زيت الميوتيشن اللي هو بيقدر يعمل له سرطان بالثدي. دونك هل في سندرومات بالمصارين يسموه لينش سندروم، هيك بيتكون عدة سرطانات بيقدر يسيبهم. نعم، بس ما بدنا نروح لهالتفاصيل المخيفة لأنه هو مشاكل يجوا اللي بيكونوا متابعين مع الطب الطبيب السرطاني تبعهم. كل الأمور الوراثية بتكون هي أساساً معروفة ومتابعة. هي على بعض المرض السرطاني هو تغيرات وراثية بالثدي، يا بنكون حاملينه وراثيا من الاهل، يا لسبب او لاخر بوقت معين بانفايرمنت معين بصير في تغير بهالجينات وبقلع سرطان الثدي فيها. دكتور قبل ما اختم انا وياك بدي اطلب منك تسحب خبز الحياه لنشوف شو حابب يسوع يقول لك اليوم عبر منبرنا. اما الان ففي المسيح يسوع صرتم قريبين بدم المسيح بعدما كنتم بعيدين. شو بتعني لك هالآية دكتور؟ كل العذاب والتضحيات اللي عملها المسيح على الصليب، كل وجعه، كل ألامه، كل شقائه، كل ما نفكر بكبر الوجع اللي حمله المسيح، منلاقي حالنا صغار ببخلنا، بقلة إيماننا، بعدم مساعدتنا قدام عظمة التضحية اللي عمله هو. دكتور قديه بتلاقي حالك بتلمس وجود المسيح بحياتك وبيومياتك يمكن بشغلك خصوصا انه مع هالولادة الجديدة اللي بتشهدها للأطفال؟ المسيح هو الطريق، بتمشي على الطريق بتشوفي كل شيء بيشبهه، بتزهي عن الطريق مثل ما قال مارشربل، ما بيعرف ليه الناس نزل نزول والطريق طلوع. الطريق اللي بتمشي عليها المزبوطة بتقشعي مزبوط وبتبقي نفسيا مرتاحة وبتلاقي الكل مرتاح. دكتور أنا بدي أتشكرك على حضورك اليوم، بدي أتمنى لك كل التوفيق وأكيد في لنا لقاءات تانية. مرسي كتير والله يخليكي بهالهمة. مرسي لك دكتور. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع.